شهدوا نزول الوحي، شهدوا نزول الوحي، بل كانوا له نعم الحماة من البغي بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام، في نصرة الإسلام دون تردد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مع قصة أخرى من قصص الأنبياء، إنه نبي الله صالح، صفة الله سبحانه وتعالى ورسول الله سبحانه وتعالى، في واحد القبيلة من القبائل العربية القديمة وهي قبيلة ثمود. سيدنا صالح عليه السلام هو من هذه القبيلة هذه، وكي يسالي النسب ديالو الاخر ديال النسب ديالو الى ثمود، وثمود هذا من الجدود يعني ديال بني ادم اللي كيساليو الى سام ابن نوح عليه السلام الى ادم عليه السلام. كانت المساكن ديالهم بالحجر، ولذلك سماه الله تعالى في القرآن الكريم اصحاب الحجر، ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين. والحجر هي ارض في الشام بين الحجاز، بين الشام والحجر إلى وادي القرى، تقع بين الطريق البري من الشام إلى الحجاز. هاد الناس هادو صفت لهم الله سبحانه وتعالى نبي من أنبياءه اللي هو صالح. ولذلك وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فصالح قال لقومه لما طلبوه بالمعجزة، قال لهم يا قومي هذه ناقة الله لكم آية، فدروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. والآية إخواني الكرام هي المعجزة، هي الآية الباهرة التي تسلب العقول والألباب. قال لهم إن الناقة كانت معجزة، لأن صخرة بالجبل انشقت يوما وخرجت منها الناقة، ولدت الناقة هذه ولدت من غير الطريق المعروف للولادة، ويقال إنها كانت معجزة لأنها تشرب المياه الموجودة في الآبار في يوم فلا تقترب بقية الحيوانات من المياه في هذا اليوم. وقيل إنها كانت معجزة لأنها كانت تدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا في يوم واحد. إذن هذه الناقة هذه معجزة، وصف الله تعالى بأنها معجزة. وفي البداية تعظمت يعني الدهشة ديال تموت، كيفاش أن هذه الناقة ولدت من صخور، يعني كيف فالبن ديالها كيكفي الناس جميعا إلى آخره. هنا غادي يبدأ الهلاك ديال تموت. قال لهم سيدنا صالح هذه الناقة ناقة الله، يعني هذه الناقة هذه ما تقربوهاش، تا واحد ما يقربها، تا واحد ما يعقرها او لا يجرحها او لا يدفعها او لا يضربها. هنا حدث واحد الحدث يعني اللي غادي يخلي فعلا اللي غادي يخلي العقاب ينزل بهم، انه قال لهم سيدنا صالح ما تمسوهاش، لكن قاموا وقالوا قتلنا لهذه الناقه سيريحنا من هذه الامور كلها. قالوا لي انت مرسل، حنا غادي نقتلوها، واذا كان العذاب بيديك جيبوا لنا. فقام صالح وقال للقوم ديالو تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال لهم الا قتلتوها عندكم 3 أيام تمتعوا في الدار ديالكم، إما تتوبوا الله وإما غينزل بكم العذاب. بعدها غادر سيدنا صالح فعلا قتلوا الناقة، بعدها 3 أيام يعني غادر سيدنا صالح القوم ديالو وخرج من ديك الأرض، خلاهم ومشى. انتهى الأمر ومرت 3 أيام على الكافرين وهم يستهزئون من العذاب وينتظرون فجر اليوم الرابع. انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة، انقضت هذه الصيحة على الجبال فهلك فيها كل شيء حي، هي صرخة واحدة لم يكد أولها يبدأ وآخرها يجيء، حتى كان كفار قوم صالح قد صعقوا جميعا، الصعقة هي الخلعة، غوتة كلهم ماتوا، هلكوا جميعا قبل أن يدركوا ما حدث. أما الذين آمنوا بسيدنا صالح فكانوا قد غادروا المكان مع نبيهم ونجاهم الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شهدوا نزول الوحي، شهدوا نزول الوحي، بل كانوا له نعم الحماة من البغيض الملحد، بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام، في نصرة الإسلام دون تردد.